ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فنحن مأمورون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبالأسلوب الطيب وبالأسلوب المقنع وبالحجة الواضحة وبالحكمة واللطف واللين والرفق، كما كان رسول الله والصحابة الكرام البدر والعلم مقرونا بهذه الأخلاق العالية والصفات النبيلة، دين رفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع منه شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فنحن مكلفون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى الذي نتعلمه نبلغه للناس ولو كان آية واحدة، يرافقه أخلاق عالية، أخلاق شريفة، أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم التي اقتبسناها منه عليه الصلاة والسلام. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فنحن مأمورون أن نتعلم، علينا أن نتعلم وأن نعمل وأن ندعو إلى الله تبارك وتعالى بالطرق التي قسمها الله لنا، بينها الله لنا وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام وطبقها عليه الصلاة والسلام وطبقها صحابة الكرام من بعده، إذ نشر الإسلام في الدنيا كلها في مختلف الشعوب. أكثر ما تم انتشار هذا العلم والخير عن طريق الأخلاق، الصبر والحلم والأمانة والصدق والمروءة والشرف والإباء والوفاء بالعهد وما شاكل ذلك. هذه الأخلاق بهرت الناس فجعلت الشعوب تقبل بقلوبها وأسماعها وأبصارها على هذا الهدى وهذا النور الذي كان يحمله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تشدون الرحال من آفاق بعيدة إلى الجامعة الإسلامية وتنهلون منها العلم.